ماني بعد ما وصل نهائي كأس الأمم الأفريقية إمتى هيوصل لتدريبات ليفربول؟ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قال إن موعد عودة ساديو ماني لتدريبات الفريق هيكون يوم 5 أغسطس الجاري أو القادم، وقال ثلاث لاعبين سيعودون للفريق قريبا جدا هم محمد صلاح وفيرمينو أليسون باكر الحارس المرمى. كل التوفيق لليفربول، تأكيد 5 أغسطس هيكون ليفربول فريق كامل تماما، كل اللعيبة بتستعد للموسم الجديد بعد وصول ساديو ماني لتدريبات الفريق. ده بالنسبة أكيد لساديو ماني ومحمد صلاح ومشوارهم مع فريق ليفربول، مشوار أكيد كان ناجح على عكس جاريث بيل مع ريال مدريد زي ما أنا وكريم كنا بنتكلم.